هدية توأم روحي؟ تليفون ولا ساعة؟ تليفون طبعا. في ايه يا ماما؟ هدية توأم روحي جد جد بجد؟ تنزلينا بالهدية اللي جبتها ولا ايه؟ ما خلاص عرفنا. انا ماشي عشان اتأخرت. ييه ما يلحقي. في ايه يا جنى؟ النتيجة طلعت والكل درجاته وحشة وانت شلتي مادة. ايه؟ مين اللي بيوعي في دلوقتي؟ هو عارف ان انا زعلانة ازاي؟ انا عطشانة قوي، لو سمحت ممكن المية دي؟ اكيد. شكرا. هو ازاي بيعرف كل حاجة؟ جدا احنا لازم نمشي من هنا بسرعة. يلا ماما. هو ازاي توأم راح ده بيعرف كل حاجة؟ ايه ازاي؟ ممكن يكون من التليفون اللي جابهولك. صح، ممكن يكون بيراقبني عن طريق التليفون ده. انا اروح اخبيه بسرعة، مفكرني غبية ومش عارف ان هو بيراقبني. ارتحت منه. اما استعد لعين من جنى. يا ماما ماما، خبيت التليفون ولسه بيعرف انا بعمل ايه برضو. ايه؟ انا لازم اشوف له حالا. انا اروح اكلم السيستم. معاكي حق، احنا كمان لازم نعرف هو بيعمل ايه. خلاص الموضوع هيتحل في 5 دقايق. اعرف هو بيعمل ايه بالرسم؟ احنا لسه هنرسم. مش مهم، المهم تعرفي هو بيعمل ايه. موافقة. ماما ظهر لي سمكة. واخيرا عرفتي ايه؟ سمكة؟ بس يا ترى ده بيصطادها ولا بياكلها؟ هنعرف دلوقتي، هوريك. كفاية يا بنتي، ده كده هيموت. يستاهل، بعد كل اللي عمله فيا ده انا هخليه يموت دلوقتي. الحقي يا ماما، توأم روحي شكله مش مبسوط ابدا. ما هو اكيد بسبب اللي انت عملتيه فيه. كان لازم انتقم. ده عنوانه يا ماما. اخيرا، شوفيه بسرعه. ايه ده؟ انا عارف العنوان ده، ده عنوان جنى صاحبتي. ايه؟ وهتعملي ايه دلوقتي؟ انا لازم اروح دلوقتي. كده يا جنى، وانا اللي كنت مفكراكي صاحبتي؟ بصراحة أنا آسفة إن أنا ما قلتلكيش على الحقيقة من الأول، بس توأم روحك يبقى أخويا وهو اللي طلب مني كده. أخوكي؟ أنت لسه زعلانة مني؟ صدقيني أنا كنت هقولك. وما تعمليش نفسك ملاك، ده أنت حطيتي لأخويا شط لحد ما كان هيموت. ماما، أحسن حاجة في اختيار اسم توأم روح ده أنا اللي هختار اسمه. كويس، يا رب الأسماء اللي تظهر تكون حلوة. يا ترى إيه أول اسم؟ ايه؟ موكوس؟ يا عيني، وده ايه اللي وكسه؟ ايا كان، بس انا طبعا هرفض. الاسم التاني ده هيظهر امتى بقى؟ تعرفي انا اسم توأم روحي نادر. منحوس؟ اكيد منحوس عشان توأم روحك. ظريفة. ماما الحقيني، الاسم التاني اوحش من الاولاني بكتير. بس ده الخيار الاخير، وممكن يكون الاخير اوحش واحد فيهم كلهم. ايه؟ ايه مظلوم؟ خلاص ده كان اخر خيار ليكي، يعني اسم توأم روحك مظلوم. انا حظي دايما كده. خلاص يا حبيبتي هنعمل ايه؟ اهو اهوى من الاسماء اللي كانت قبله. خلاص انا رايحة المدرسة. يا ترى اسم توأم روحك ايه؟ اكيد فانوس، اصله ماشي على نفس الوزن. مالكيش دعوة. مي انت جيتي؟ في ايه يا ملك؟ اسم توأم روحك ايه؟ مظلوم. ايه؟ مظلوم؟ يا بختك. يا بختي على انت كمان. الامين انضم للمدرسة وطلع اسمه مظلوم. ايه؟ ايه؟ انا وتوأم روحي نتحكم في بعض؟ ازاي يعني؟ مين ياكل النهارده، انا ولا توأم روحي؟ انا معزومه النهارده على غدا مع اصحابي، واكيد مش هقعد اتفرج عليهم. انا ماما، انا رايحه المدرسه. طيب بس ما تتاخريش. ايه؟ مش هروح المدرسه النهارده. الظاهر ان توأم روحك اختار انك ما تروحيش المدرسه. لا مستحيل، انا ورايا امتحان، انا كده هسقط. للاسف دي القوانين وممنوع نخالفها. مين يلبس كعب عالي، انت ولا توأم روحك؟ انا لازم انتقم منه على العمل فيا النهارده. هو في نفس الوقت اعرف هو مين بسهوله. ايه؟
مالك يا ايه، في ايه؟ مش عارفه، النهارده اخويا بيتصرف تصرفات غريبه قوي. ازاي يعني؟ مش عارفه اقولها لك ازاي بصراحه، بس النهارده شفته بيلبس كعب. غريبه ازاي يعني؟ مش عارفه اقولها لك ازاي بصراحه، بس شفته النهارده الصبح بيلبس كعب. هي فعلا حاجه غريبه. ولما سالته قال ان توأم روحه بتتحكم فيه. ما يمكن عمل حاجه ضايقتها. يضايقها ايه بس يا بنتي، دي كانت هتموته. هو وراه بطوله، وغير كده المفروض ياكل لانه مسافر، وهي منعت عنه الاكل امبارح. مية، هو انت مالك؟ حاساكي غريبه بصراحه. انا توأم روحه. ايه، انت اللي عملتي فيه كل ده؟ طب ليه؟ لانه سقطني في الامتحان. مية، يونس طيب جدا، هو اكيد عمل كده بسبب اللي عملتيه معاه. خلاص انا هعوضه. هتعملي ايه؟ جري. مين يسافر، انا ولا هو؟ بصراحه انا عندي سفريه مهمه جدا، بس هو اهم بجد. يا ترى توأم روحك عمل كام جريمه؟ صفر. الحمد لله، حظك حلو. ده معناه ان هو ما عملش اي جريمه خالص. الحمد لله، يعني طلع شخص كويس. يلا يا ماما نروح المدرسه. سلام. مي، في ايه ايمان؟ توأم روحي طلع عنده جريمتين، وانتي توأم روحك عنده كام؟ لا انا بصراحه توأم روحي ما عملش ولا جريمه. يا بختك، توأم روحك شخص كويس مش زي توأم روحي. ايه ده، توأم روحك بقى عنده جريمتين؟ يعني بقينا زي بعض، محدش فينا هيصعب على التاني. ايه ده، ده ما طلعش كويس، ده عمل جريمتين مره واحده. ماما، توأم روحي عنده 100 جريمه. ازاي ده، كان عدد الجرائم اللي عملها صفر. معرفش، واحنا اللي فكرناه شخص كويس ده طلع مجرم. حظك وحش قوي، يا ريت لو تعرفي تغيريه. انا اروح المدرسه اشوف الموضوع ده. سلام. إيمان. نعم يا مي. عرفتي اللي حصل؟ لا، حصل ايه؟ عدد الجرائم بقت 100. ايه؟ طب ايه الجرائم اللي عملها؟ مش عارفة. يا مي بطلي غباء، اضغطي على عدد الجرائم بتاع توأم روحك وهيظهر لك كل الجرائم اللي عملها. انا مش عارفة انت مستنية ايه بصراحة. بجد؟ بس انا ما كنتش اعرف. ازاي يعني؟ الكل عارف الموضوع ده، يلا اضغطي وشوفي. مي، لو كلمتي تاني هتطردي. حاضر يا مس، لما اروح هشوف الموضوع ده. انا لازم اعرف الجرائم اللي عملها، يا ترى قتل كام واحد. انا لازم اعرف الجرائم اللي عملها، يا ترى قتل كام واحد. اول جريمه، خد قلم من صاحبه مرجعهوش. طب وايه المشكله؟ تاني جريمه، ايه ده، خالف اشاره المرور. طب وايه المشكله؟ هي دي جريمه، ضرب صاحبه. هو ايه الهبل اللي انا فيه ده؟ مي، مالك؟ ايه اللي حصل؟ جرايم توأم روحي طلعت مش جرايم. يعني ايه ما طلعتش جرايم؟ مش فاهمه. يعني هوريكي مثلا الجريمه الرابعه، مقصش ضوافره. وانا اللي مفكراها يبقى رئيس عصابه شبه الافلام، طلع في الاخر ما بيقصش ضوافره. تتريقي؟ لا. بس الصراحه الموضوع مضحك. مش تفتح. ما كنتش شايفك. ما كنتش شايفك. مالك؟ واحد خبط فيا دلوقتي، لما خبط فيا الجرايم زادت واحد. ايه ده، احتمال كبير يبقى توأم روحك. هو راح فين؟ معرفش. ازاي سبتيه يمشي؟ لازم ندور عليه. طيب هدور عليه. هيكون راح فين يعني؟ ايمان اهو. ايه ده، انت ما تعرفيش ده مين؟ مين؟ ده الطالب الجديد هنا في المدرسه، وسمعت الكل بيقول عليه ان هو الامير. اتاري قاعد يضرب ويخالف في اشاره المرور براحته. مية، هتعملي ايه؟ هتقولي له؟ انت. نعم، انت مين؟ انت عدد الجرايم عندك 101. ايه، لحظه، انت عرفتي ازاي؟ مش محتاجه ذكاء، انا توأم روحي. شكلي هتاخر على المدرسه. ايه نايم؟ ده شكله كسول. مي، توأم روحك بيعمل ايه؟ نايم. انا توأم روحي بيعمل رياضة. شكلي توأم روحك كسول. توأم روحك بيعمل ايه دلوقت؟ لسه نايم. ايه كل ده نوم؟ لا يكون مات يا بنتي. معقول؟ مش عارفة، بس هو حد بينام كل ده؟ لا لا استني، مش ميت ولا حاجة، ده دلوقتي بيسوق. طب كويس، اطمنا انه عايش. يلا سلام. ايه؟ بينط من السطوح؟ ليه مفكر نفسه سبايدر مان؟ ارفعي ايدك. توأم راح يتحكم في اي حاجه اشتريها؟ ليه ان شاء الله؟ هو ماله؟ اشتري اللي انا عايزاه، مش همامني، اشتري اللي انا عايزاه برضه. مي، تعالي بسرعه.
في ايه يا سارة؟ انت نسيتي تذاكر المسرحية؟ هتيجي نحجزها؟ ايوه طبعا يلا بينا. يلا قبل ما التذاكر تخلص. لا مش عارف اشتريها الصراحة. انت رخمة وانا اللي قاعدة مستنياكي عشان نحجز سوا. منك اللي زعلت صاحبتي مني. تعالي بسرعة نروح نحجز مكاننا في الرحلة. ايه؟ مي مالك وقفتي ليه؟ بصراحة مش عارف اجي معاكم الرحلة دي. بطلي كسل هننبسط صدقيني يلا بينا. خلاص سلام انا مش رايحة في حتة النهاردة. طب انا جعانة اما اروح اشتري حاجة اكلها. هشتري ده. حاضر عايزة حاجة تاني؟ امال اشتري ايه يعني؟ ايه؟